هو يخص واحد من اللاعبين الكبار علقت عليهم هو ليونيل ميسي في هذه البطولة. لو سألتك أفضل تعليق أو أقصى لحظة حماسية علقت فيها على المباريات كانت أنهي لحظة؟ بلا شك فانه كان ضربة الجزاء الأخيرة فإن الأرجنتين في غونزالو مونتيل لأنه كان سجل الهدف الثاني في المباراة، وبالتالي كان يعمل كان تعاون ما بين الباك اليسار وبين ميسي وبينه، وأعتقد أنهم سجلوا هدف رائع بالتعاون. عظيم جدا. هل علقت في اي لحظه من اللحظات؟ اتفضل. واعتقد انهم قد ضحوا بكل شيء حتى تحصل الارجنتين على هذه اللحظه الرائعه، وهي ان تكون تتوج كبطل لكاس العالم.